مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف من عمان مراسل ورافدين في الأردن إحسان يوسف. أهلا بك إحسان. بداية، ما الذي تطرق إليه الباحثون في الجلستين اللتين أقيمتا اليوم؟ نعم، اليوم قبل اختتام المؤتمر العلمي كانت هناك جلسة مساء اليوم تناولت الدراسات المقاصدية في العراق. رئيس الجلسة كان الدكتور أحمد كسار، الخبير اللغوي في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وتناولوا الباحثون تناولوا جهود الباحثين العراقيين في علم المقاصد، دراسة المشتركات للدكتور إسماعيل عبد عباس الجميلي التدريسي في كلية الإمام الأعظم الجامعة، والمقاصد والسياسة الشرعية، قراءة في رؤية هيئة علماء المسلمين في العراق كانت للدكتور جاسم الشمري عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق، ثم الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق كانت للدكتور محمود لحيالي عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا قراءة مقاصدية في بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلقة بالجيش والشرطة، وكانت للدكتور سامر خالد العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. هذه محمد أبرز ما جرى اليوم في الجلسة الأخيرة للمؤتمر العلمي المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة. طيب، هل تم الاتفاق على تحويل بعض التوصيات إلى خطوات عملية كإنشاء مركز بحثي أو مراكز للدراسات؟ نعم، هذا الموضوع مهم جدا، تم تداوله اليوم. كان من ضمن ما أنيط بهذا الأمر إنشاء دوريات علمية ومجلات تعنى بالشأن المقاصدي تطويرا للبحث فيه ولخلق حركة فاعلة في الاهتمام العلمي والانشغال البحثي وإنشاء مواقع علمية إلكترونية لتحقيق هذه الأهداف. أيضا تم التطرق إلى تكثيف عقد الندوات والمنتديات العلمية المعنية بالبحث في المقاصد الشرعية، وأيضا تعزيز وتقوية المراكز والمؤسسات البحثية التي تعنى بالنظر المقاصدي والعمل على إنشاء مراكز مشابهة في العراق، والاهتمام بالدراسات والإجراءات القانونية المعنية بربط مؤسسات الدولة بالمقاصد الشرعية لإضفاء روح الشريعة عليها. وأيضا المؤتمر أشاد ببرنامج مقاصد، هذا البرنامج التلفزيوني الأسبوعي الذي يبث من قناة الرافدين الفضائية، وهو يعد يعني المؤتمر وصفه بأنه الجهة العلمية العراقية الأولى أو البرنامج العراقي الأول فيما يتعلق بموضوع المقاصد. نعم، هل يعني أخيرا هل سيكون هناك مؤتمر آخر في المدى القريب أو البعيد برأيك؟ نعم، أيضا المؤتمر تناول هذا الجانب بأنه سيكون هناك تكثيف للمؤتمرات الدورية والسنوية التي تعقد في هذا الشأن، لأن البحوث دائما كما يعلم المشاهد بأنها في دائما تكون في تجديد وفي تطوير، وهذا المؤتمر أكد على هذا الأمر بأن هذه البحوث ربما ستكون في العام القادم بحوث أكثر جدية من سابقاتها. شكرا لك إحسان يوسف مراسل قناة الرافدين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.